البداية من أحوال الطرق التي غمرتها مياه الأمطار، وينضم إلينا الزميل حسين الخريس. حسين، كيف تبدو الطرقات في هذه الساعة؟ تفضل. نعم جيسيكا، نحن الآن موجودون عند الطريق المؤدية إلى زكريت، إلى ما تسمى المنطقة بزوق الخراب، وهي الطريق المحاذية لنهر الكلب. طبعا عدوى الأنهار يعني كانت قد انتشرت كما رأينا في الرسالات السالفة، نهر بيروت أيضا كان هناك نهر موازي لنهر بيروت، والآن هنا أيضا كما ترون بكاميرا الزميل فراس خليفي خلفي، فهناك الطريق التي تحولت إلى نهر يشبه النهر الأصلي، وكان هناك عدد من المواطنين الذين علقوا في سياراتهم بعد أن توقفت بالكامل من جراء وصول المياه إلى محركاتها. الدفاع المدني كان متواجدا هنا عند هذه النقطة وعند نقطة نفق نهر الكلب، حيث علق أحد المواطنين وسقط بالكامل في تلك البحيرة التي تشكلت من جراء هطول الأمطار الغزيرة، إلا أن الدفاع المدني كان قد وصل بعد نحو ربع ساعة وأنقذه. أيضا هنا يتواجد أفراد من شرطة بلدية زكريت الذين يعني ينشلون المواطنين العالقين. قوى الأمن الداخلي كان قد حذر مرارا وتكرارا من عدم سلوك بعض الطرق، إلا أن بعض المواطنين لم يمتثلوا لتلك الأوامر، ما زاد الطين بلة. إشارة إلى أنني أود أن ألفت النظر إلى أن هناك أما في منطقة الجي كما أفدنا كانت قد فقدت طفلها البالغ من العمر شهر ونصف الشهر في منطقة الجي، فقدته حينما وصل الطوفان إلى بيتها تقريبا. أيضا هناك خسائر في الماديات في منطقة صيدا وفي مناطق النعمة، انهالت علينا الاتصالات من كل حدب وصوب من الجنوب حتى أقصى الشمال، الطرق مقطوعة وتحولت الشوارع إلى بحيرات بالكامل. أيضا مناطق الضاحية الجنوبية ومناطق الأوزاعي والسانسيمون المحاذية للشواطئ البحرية في بيروت، أيضا يتم استعمال من قبل الدفاع المدني ما يسمى بالزودياك، وهو الزورق المطاطي، وهو أيضا يتم استعمال الزودياك الزورق المطاطي من قبل الدفاع المدني في بعض المناطق كالطريق البحرية قرب شركة الكهرباء في منطقة الزوق. الأضرار البشرية اقتصرت على فقدان هذا الطفل، والدفاع المدني لا يزال يبحث عن هذا الطفل حتى الساعة، إلا أنه ما من نتيجة حتى الساعة. طبعا نحن نأمل في أن يعود هذا الطفل إلى أحضان أمه بأسرع وقت ممكن، ونأمل أيضا بحسب ما تمنى علينا أفراد قوى الأمن الداخلي أن نتمنى على المواطنين الامتثال للأوامر التي يعطونهم إياها، وذلك حفاظا على سلامتهم وتيسيرا للأمور. كما ذكرتم وذكرنا سالفا في الرسائل الأولى في هذا الصباح، ليس هناك أي إمكانية كما يجب أو على قدر المقام المحمود بالنسبة إلى استيعاب هذه الكوارث أو الأمطار حتى هذه الساعة. الأمطار غطت المناطق اللبنانية جميعا حتى هذه الساعة، والأضرار يعني كما ترون خلفي، والخوف كل الخوف أن تعود هذه العاصفة، لأنها ليلا بحسب معلومات الأرصاد الجوية فأنها ستعود أشد مما هي في هذه الأثناء. أيضا أشير إلى أنه ليلة البارحة كانت قاسية جدا خصوصا في المناطق التي كنا قد بثينا منها مباشرة على الهواء، الكارنتينا وسوق السمك والمرفأ وضبي وغيرها من المناطق القريبة من الشواطئ البحرية. نعم جيسيكا. الزميل حسين خريس، شكرا لك على هذه الرسالة. العاصفة أدت إلى تشكل بحيرات وسيول على الطرقات، كما قضى مواطنان إثر حصول انزلاقات. تقرير بيرنا نعم شديد.
ليل ورعد وبرد وريح دنيا برا مجنوني. برك، مستنقعات، بحيرات، هكذا تحولت طرقات لبنان بفعل العاصفة التي حجزت المواطنين لساعات داخل سياراتهم، كما ترافق هطول الأمطار مع حدوث انهيارات على عدد من الطرقات الجبلية كما في جزين. طريق الكارنتينا، سوق السمك أقفلت بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطريق، والمشهد بدا مضحكا مبكيا. العجقة رهيبة من تبرجة لا بيروت، يعني هيك سير هيك هيك كتير عجقة زحمة وبرك ماي وتبهدل. رجعت لهون الطريق مسكرة كمان هون. برك ماي مش قادرين، مش عارف شو بدي اعمل. الحال لم تكن افضل على مداخل العاصمه، ان على اوتوستراد الدوره الذي اخذ المواطنين رهينه، وان على طريق انطلياس. اما طريق زكريت فانغمرت بالكامل بعدما ارتفع منسوب النهر وخرج عن مساره، كما تسبب زحل جبل في اسفل بصاليم اول نهر الموت الى قطع طريق المتن السريع بالكامل. علقنا في بحيره على نهر الكلب، علوها حوالي 60 سنتي، انجا قدرنا قطعناها، وهلا كمان تفاجأنا بهذه البحيرة الجديدة كمان، ما بعرف إذا في قطع أو لا، بس ما بتصور لها. إذا قطعت قطعت، ما قطعت نرجع، الطرقات كلها طايف. وعلى طريق نهر الكلب عملت فرق الدفاع المدني على مساعدة المواطنين العالقين بداخل سياراتهم. وفي البقاع تكرر المشهد، إذ تشكلت السيول وفاضت أقنية التصريف كما في مرج عيون أيضا، حيث غمرت الأمطار المزروعات في الحقول. بتفقد شوف بس السيول كيف نازلة، لو عندنا زود بس هون كانت بس فيها أرض زراعية عندنا هون. مرج عيون. اشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر أدى إلى توقف حركة الملاحة في صور وفي صيدا، جرفت المياه جزءا من جبل النفايات، كما جرفت السيول آلية عسكرية تابعة لمفرزة صيدا القضائية. العاصفة أدت إلى انهيار عدد من جدران الدعم، كما سقط عدد من اللوحات الإعلانية. وتزامن هطول الأمطار مع ورشة أشغال بالقرب من بلدية عبرين أدت إلى غرقها بالمياه ومعها المكتبة العامة. والأضرار لم تقتصر على الماديات، إذ قضى المواطن جوزيف أنطوان صفير مواليد 44 إثر انزلاق سيارة بفعل السيول على طريق زحيمة المنصورية. كذلك قضى رضيع في إقليم الخروب بعدما غمرت المياه خيب العرب الرحل.